أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة الأستاذ عبد الحميد مراقة، قناة المعرفة والدعم المدرسي لكل الأطوار. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون الصور البيانية والمحسنات البديعية. كنا قد رفعنا تسجيلا حول الصور البيانية الاستعارة والمجاز بنوعيه اللغوي والعقلي والكناية، وقد طلب البعض منا إعادة رفع هذا التسجيل، ولذلك فإننا سوف نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الصور البيانية بأسلوب آخر وإخراج آخر، وأيضا سنضيف إليها المحسنات البديعية. إذن أول الصور البيانية هو التشبيه. ما هو تعريف التشبيه؟ التشبيه هو الربط بين شيئين اشتركا، لاحظ، اشتركا في صفة واحدة أو أكثر من صفة، صفتان أو ثلاث. مثلا خرجت العروس كالشمس، إذن هنا العروس والشمس اشتركتا في صفة واحدة، وهي النور والنضارة والجمال في أكثر من صفة واحدة. إذن اشتركت العروس والشمس في أكثر من صفة. أركان التشبيه، للتشبيه أربعة أركان، ركنان أساسيان، وهما المشبه والمشبه به، فهما ركنان أساسيان لا بد من توفرهما حتى يسمى التشبيه تشبيها، وركنان إضافيان يمكن الاستغناء عنهما في بعض أنواع التشبيه، وهما وجه الشبه وأداة التشبيه. أداة التشبيه التي ربما قد تكون في بعض الأحيان حرفا مثل الكاف أو كأن، وقد تكون فعل مثل يشبه ويماثل ويضارع. بالنسبة لأنواع التشبيه فهي كثيرة، ونبدأ مع التشبيه أو النوع الأول من التشبيه، وهو التشبيه التام. التشبيه التام الذي يستوفي أركانه كلها الأربعة. مثال ذلك: الرجل كالأسد في شجاعته. فالرجل هو المشبه، والأسد هو المشبه به، والكاف هي الأداة، ووجه الشبه هو الشجاعة. التشبيه المؤكد، ويظهر من لفظه أننا نؤكد وجه الشبه في المشبه، وهو الذي حذفت منه الأداة، وذلك لتأكيد وجه الشبه. مثال ذلك: الرجل أسد. فهنا كما تلاحظون حذفنا الأداة، لماذا؟ لنؤكد على أن الرجل أسد حقيقي في صفاته، وليس فيه شبه من الأسد فقط، ولكنه أسد حقيقي. يعني الرجل أسد في الشجاع، فهو أصبح شجاعا، كل الشجاعة التي في الأسد. التشبيه المجمل، وهو ما حذف منه وجه الشبه، مثل الرجل كالأسد. في ماذا كالأسد؟ في مجمل صفات الأسد التي هي الشجاعة والقوة والجرأة وغير ذلك من الصفات، فسميناه مجملا لأنه أجمل الصفات كلها ولم يحدد صفة واحدة. التشبيه البليغ أيضا يظهر من عنوانه أننا نبالغ في التشبيه، وذلك عندما نحذف الأداة ونحذف وجه الشبه. طبعا لما حذفنا الأداة هنا أصبح ليس هناك شبه فقط بين الرجل والأسد، وإنما أصبح هذا الرجل أسدا، يعني كالأسد في كل صفاته وليس في صفة واحدة. هناك أنواع أخرى للتشبيه، ومنها التشبيه المرسل، وهو الذي تذكر في أداة التشبيه، مثل الرجل قوي كالأسد ذكرت الأداة. والبعض يقولون أن التشبيه المرسل هو نفسه التشبيه التام. التشبيه المفصل عكس التشبيه المجمل. التشبيه المجمل لا نذكر الصفات، لا نذكر وجه الشبه. التشبيه المفصل نفصل فنذكر وجه الشبه، فهنا الرجل يشبه الأسد في الشجاعة فقط وليس في بقية الصفات الأخرى. ما هو الأثر الذي يتركه التشبيه؟ التشبيه يبين الحالة المراد تقريرها، وإما أن يزين المشبه ببعض الصفات أو أن يقبح المشبه بصفات أخرى،
ويزيد المعنى قوة ووضوحا. حتما أن المعنى بالتشبيه أقوى من المعنى بدون تشبيه. هناك أنواع أخرى للتشبيه، وهي النوع الأول هو التشبيه التمثيلي، وعندما ترتبط صورتان بأداة التشبيه، أي نشبه صورة، ليس نشبه فرد أو شيء مفرد، وإنما نشبه صورة كاملة تظهر لنا في خيالنا أو نراها أمام أعيننا بصورة أخرى. فهنا اختلاف هذا التشبيه التمثيلي يختلف عن بقية التشبيهات الأخرى، لأن هذا التشبيه فيه تشبيه صورة كاملة بصورة أخرى. طبعا بالمثال يتضح المقال. طبعا لا بد أن نركز أن هنا لا بد من ذكر هذه الأداة. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. إذن هذه الصورة أنت الآن تتخيل في ذهنك أو حتما ترى أمامك أن الأشخاص ينفقون أموالهم في سبيل الله، أموالهم الأموال الكثيرة ربما تكون المتنوعة في سبيل الله، سبيل الله هذه مفتوحة، قد تكون في بناء المستشفيات أو المدارس أو في الزكاة أو في الصدقات أو في إعالة الطلبة والفقراء أو غير ذلك. فهذه صور كثيرة. هذه الصورة تشبه صورة أخرى، وهي الحبة، ما كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة واحدة لقى صاحبها في حقله فأنبتت سبع سنابل، حبة واحدة هذا خير كثير، أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة واحدة 100 حبة، حبة واحدة أتت بسبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، أي حبة واحدة أتت ب700 حبة. وهذا تشبيه لأن الشخص الذي ينفق أمواله في سبيل الله سوف يكثر رزقه وسوف يجازى بحسنات كثيرة. إذن فهذا هو التشبيه التمثيلي. هناك نوع آخر من التشبيه وهو التشبيه الضمني. طبعا التشبيه الضمني يشبه التشبيه التمثيلي ولا يشبهه. كيف ذلك؟ يشبهه في أن التشبيه الضمني أيضا يوجد فيه صورتان، نشبه صورة بصورة ولكن هذه المرة بدون استخدام أداة التشبيه، وفيه طرفان، الطرف الثاني يؤكد الطرف الأول. كيف ذلك؟ هذا المثال يبين الأمر. قال الشاعر: ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلام. أعتقد أن هذا البيت لأبي الطيب المتنبي رحمه الله تعالى. إذن من يهن، هذه الصورة الأولى، شخص هانت عليه نفسه وأصبح فاقدا لكرامته وأصبح لا يؤذيه الهوان، إذا ما أهين فإنه لا يتألم. هذه الصورة. الصورة الثانية رجل ميت يجرح فإن هذا الجرح لا يؤلمه لأنه ميت. إذن شبهنا الشخص الذي يهان ويصبر على هذه الإهانة أو لا يعتد بها أصلا ولا تفرق معه أن يهان أو لا يهان، مثل الشخص الميت الذي نجرحه. فكما أن الميت لا يتألم إذا جرح، فالشخص هذا الذي يهان أيضا لا يتألم من هذه الإهانة. هذا هو التشبيه الضمني. النوع الآخر من التشبيه وهو التشبيه المقلوب. طبعا لماذا سميناه مقلوبا؟ لأننا نضع المشبه مكان المشبه به ونضع المشبه به مكان المشبه، وكأن وجه الشبه أصبح يظهر أكثر في المشبه. ما هو المثال؟ المثال كان تقول مثلا: القمر الليلة كأنه وجه أم. فمن المفروض أن نشبه وجه الأم بالقمر، ولكن لأن وجه الأم أكثر جمالا وأكثر نضارة أكثر حتى من القمر، فإننا شبهنا القمر بوجه الأم، فأصبح المشبه به هو المشبه والمشبه هو المشبه به. إذا تمعنت قليلا في هذا النوع من التشبيه فسوف يظهر لك الأمر جليا. ننتقل إلى الاستعارة. طبعا الاستعارة في الحقيقة هي مجاز أو هي تشبيه حذف أحد طرفين، هي مجاز لغوي، هناك مجاز عقلي وهناك مجاز لغوي، هناك تسجيل آخر تجده في القناة إن شاء الله تعالى يفرق لك بين المجاز اللغوي وبين المجاز العقلي. إذن مجاز لغوي يقوم على المشابهة بين الطرفين وهما المشبه والمشبه به، ولكن يغيب أحدهما، أي باختصار
هو تشبيه لكن حذف أحد الطرف إما المشبه أو المشبه. مثال ذلك: زرت البحر في بيته فأكرمني. زرت البحر في بيته فأكرمني، هل البيت له، هل البحر له بيت؟ أبدا. إذن لا شك أنك عرفت أننا نتكلم عن شخص كريم، شبهناه بالبحر في كرم لأن البحر كريم، فهو يعطينا السمك ويعطينا اللآلئ والجواهر ويعطينا ويوفر لنا نسير فوق ظهره بإذن الله تعالى، فهو كريم معنا. كما فهذا الرجل شبهناه بالبحر في كرمه، ولكننا حذفنا المشبه وهو الرجل وعبرنا عنه بقارنة تدل عليه وهو في بيته. إذن وتنقسم الاستعارة إلى نوعين أو تتنوع إلى نوعين. النوع الأول هو الاستعارة المكنية، وهي ما حذف فيها المشبه به، ما حذف المشبه، ما حذف فيها المشبه به. مثال ذلك: ولدت من رحم الآلام. كثيرا ما نسمع مثل هذه التعبيرات، ولدت من رحم الآلام، فهنا شبهنا الآلام التي هي شيء معنوي بالأم التي تلد لها رحم وتلد، وحذفنا المشبه به وهو الأم، فأصبحت وتركنا قارنة تدل عليه وهي كلمة ولدت، فأصبح هذا الكلام استعارة مكنية لأننا حذفنا المشبه به وهو الأم كما ذكرت قبل قليل. الاستعارة التصريحية ما حذف المشبه وصرح بالمشبه به. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. إذن يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الكفر إلى الإيمان، ولم يخرجهم، لم يكن الناس في ظلام دامس فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النور، بل أخرجهم من الكفر إلى الإيمان. فشبهنا الإيمان، شبهنا الكفر بالظلمات، وحذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به وهو الظلمات، وحذفنا الإسلام أو الإيمان وذكرنا المشبه به وهو النور، فصرحنا بالمشبه به في الاستعارة الأولى والثانية، وحذفنا المشبه في الاستعارة الأولى والثانية، فهي استعارة تصريحية. ما هو الأثر؟ هو يؤكد المعنى وينقل المعاني إلى محسوسات، الشيء المعنوي ينقله إلى حسي. هنا في هذا المثال مثلا تحس أن الناس، طبعا الإسلام أمر معنوي والكفر أمر معنوي لأنه في القلب، وحتى وإن كان الإسلام على الجوارح لكن الإيمان هو في القلب طبعا. فأخرج الناس الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الكفر إلى الإسلام، وهي أمور معنوية حولناها إلى أمور حسية، فالظلام والنور حسيان نراهما بأعيننا. أيضا هي تفسر الغامضة في بعض الأحيان. ننتقل إلى الكناية. ما هي الكناية؟ الكناية هي لفظ يدل، لفظ نقصد من ورائه أمرا يوازيه أو يخفيه تحته. مثال ذلك لما نقول، طبعا لم أذكر مثال لكن أستطيع أن أقول المثال، فأقول أبي يده نظيفة، فأبي يده نظيفة هذه كناية لها معنيان، يمكن أن يكون أبي قد غسل يده بالصابون مثلا فأصبحت نظيفة، هذا هو المعنى الظاهر، لكن المعنى الآخر المكنى عنه هو أن أبي لا يأخذ الرشوة في عمله وبالتالي فهو شخص نظيف اليد. إذن فترون هذه هي الكناية، لها معنى ظاهر ومعنى خفي، المعنى الظاهر غير مقصود ولكن المعنى الخفي هو المقصود. طبعا الكناية لها أنواع، ثلاث أنواع. الكناية الأولى، النوع الأول، وهي كناية عن صفة. مثال ذلك كأن تقول نرفع القبعات للمعلمات والمعلمين، فهنا المعنى الظاهر هو أنك ترفع قبعتك لهؤلاء المعلمين والمعلمات، لكن المعنى الخفي هو أنك، وهي أنك تحترم هؤلاء المعلمين والمعلمات لما يقدمونه للنشأ من علم وتربية، فهناك كنينا عن صفة التقدير والاحترام. النوع الثاني وهو الكناية عن الموصوف، كما قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب. فهنا كنا عن موصوف، وصاحب الحوت هنا هو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
أما النوع الثالث فهو الكناية عن نسبة، كانت تقول مثلا الفصاحة في بياني، الفصاحة في بياني أي في كلامه، والبلاغة في لسانه. فهنا نسبنا هذا الرجل إلى اللغة العربية من حيث الفصاحة ومن حيث البلاغ. طبعا تأثير الكناية لها تأثير كبير، بحيث أنها تبين خبايا المعنى ثم تنقل المعنى المعنوي إلى الواقع، فتقرب وتقترب من حقيقة الكلام. ننتقل إلى المحسنات البديعية. طبعا الصور البيانية تكون حيث الخيال، يدخل فيها الخيال والمجاز، سواء كانت استعارة أو تشبيه أو كناية. لكن المحسنات البديعية هي تتعلق بالألفاظ وبنية الحروف. أولا الطباق، وهي أن يتقابل المعنى وضده، وتنقسم الطباق إلى نوعين، طباق سلب وطباق الإيجاب. طباق السلب مثل كتب ضدها لا يكتب، فتلاحظون أضفنا لام نافية أو لام النافية، وعد ضدها لم يعد، ويأتي ضدها لم يأتي، فهذا طباق سلب. لماذا سلب؟ لأننا لم نأتي كلمة أخرى بكلمة ثانية. الطباق الإيجابي أو طباق الإيجاب وهي مثلا دخل ضدها خرج. مثال أيضا من المحسنات البديعية أو قبل ذلك أثر الطباق. الطباق أثر مزدوج، أولا في المعنى وفي الشكل. من حيث المعنى فهو يكشف عن خبايا الكلمة ويدعم هذه الكلمة بعكسها، فكثيرا ما تفهم الكلمات بأفضالها. من حيث الشكل أيضا يزيد الأسلوب جمالا، فلما تقول مثلا السماوات والأرض وتقول الظلمات والنور، فهذا يزيد المعنى الشكلي جمالا، ويزيد الكلام يزيد الكلام من حيث الشكل جمالا ورونقا. ملاحظة في الشعر، الطباق يتواجد في حين تتواجد لفظتان في نفس البيت الشعر. مثال ذلك وخير الناس ذو حسب قديم أقام لنفسه حسبا جديدا. إذن تلاحظون في الشطر الأول أو الصدر لفظة قديم، وفي الشطر الثاني أو العجز لفظة جديد، فهو طباق. المقابلة هي أن تتوسع في هذا الطباق. في الحقيقة المقابلة هي طباق لكن متوسع فيه، فهناك يذكر أكثر من ضد. مثال ذلك فهو مثال يذكر كثيرا للمثال فقط، فوق الهامات ظهر الأبرار، وتحت الأعجاز خفي الفجار أو أخفى الفجار. فتلاحظون هنا كل هذه الكلمات موجودة في الصدر، لا الضاد موجودة في العجز. الكلمات الثانية هي عكس الكلمات الأولى، وهذا ما نسميه المقابلة. طبعا تؤكد المقابلة المعنى وتعطيه تعطي الأسلوب عذوبة ووقعا طيبا في نفس المتلقي. ننتقل إلى الجناس. والجناس هو اتفاق لفظتين في الكتابة والنطق واختلافهما في المعنى، أي أن لفظتين يتفقان في الكتاب، يكتبان بحروف واحدة ويشكلان ويتفقان في العدد إلى غير ذلك، لكنهما يختلفان في المعنى. وهناك جناس تام نوع الأول وجناس الناقص. التام ما اتفقت فيه اللفظتان من حيث النوع، نوع الحروف أي نفس الحروف وعددها وترتيبها وشكلها. مثال ذلك صليت المغرب في المغرب، المغرب اللي وصلت صلاة المغرب ثلاث ركعات، في المغرب أي في بلاد المغرب. الجناس الناقص هو تام، إذن تلاحظون نفس الحروف والشكل وغير ذلك. الجناس الناقص وهو ما اختلفت فيه اللفظتان إما في نوع الحروف أو عددها أو ترتيبها أو أثره في المعنى، يضفي الجناس على التعبير خفة في الكلمات. ننتقل إلى العنصر الآخر وهو السجع. يعرف السجع بأنه هو توافق أواخر الجمل في الحرف الأخير وما قبله، ولا يكون إلا في النثر. السجع لا يكون إلا في النثر، ليس هناك سجع في الشعر.
أنواعه ينقسم إلى 3 أنواع. أولا ما تساوت فقراته، فقراته متساوية. مثال ذلك: إذا وعد الحر وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى. إذا كما تلاحظون فقراته الثلاثة متساوية. النوع الثاني ما تساوت فقراته الثانية والثالثة فقط. مثال ذلك قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون، هذه الفقرة الأولى، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إذا تلاحظون أن الفقرة الثانية والثالثة فقط هما المتفقتان فقط. ثالثا ما طالت فقرته الثالثة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروعها 70 ذراعا فاسلكوه، والعياذ بالله تعالى. إذا هذه هي أنواع السجع الثلاث. أثره في المعنى يكسب السجع لا شك الأسلوب جرسا موسيقيا تطرب له الأذن عند قراءة الفقرات أو الاستماع إليه. ننتقل إلى آخر نقطة في هذا التسجيل وهو الاقتباس، ويعرف أن يتضمن عمل الأديب نصا من القرآن أو الحديث أو الأقوال المأثور، بمعنى أن الأديب عندما يكتب فإنه يأتي بحديث أو قرآن كريم أو حديث نبوي شريف أو بعض الأقوال أو الحكم المأثورة، وذلك من أجل تدعيم كلامه وتبيان الحجة أن كلامه حجة بدليل هذا الحديث أو هذا القرآن الكريم أو غير ذلك من الأقوال والأبيات الشعرية. طبعا أثره يثبت الكلام وترتيب الإيقاع. إلى هنا ينتهي هذا التسجيل. أشكر إخواني على حسن المتابعة والدعم الذي ألتمسه في تعليقاتكم ومشاركاتكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.